في الحلقة الأولى للدكتور عبد الحافظ نعمان عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي السوري الأسبق ضمن برنامج حصاد السنين، يفتح ضيفنا ملف الذكريات من الصفحة الأولى حيث نشأته في مدينة عدن في ظل الاستعمار البريطاني. درست الابتدائي في توهي إلى أن وصلت إلى الرابع. الصف الرابع كان 1953. ويستذكر لقاءه بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خلال زيارتها التاريخية لمدينة عدن عام 1954 للميلاد. بعد زيارة الملكة إليزابيث وزارت عدن، وكنت أنا من بين من اختيروا لمصافحة الملكة. عدن انفردت فيها بسياسة نوعية مكنتها من أن تشد، من أن تكون عبارة عن كيان ذو دلائل حضارية عصرية. وكيف خطى خطواته الأولى نحو العمل السياسي واتصاله للمرة الأولى بحزب البعث الذي عزز من حضوره على الساحة المحلية؟ كنا نحن في المعلة نلتقي عصرية كل يوم مع بعض الرفاق، لما بعثوا منهم رفاق، بس في البداية كنا نحن يعني مجرد مشروع لحزبيين ينضموا إلى شيء اسمه حزب البعث العربي الاشتراكي. تمكن حزب البعث العربي الاشتراكي أن يؤسس نفسه كحزب كتنظيم، وأوجد صحيفة اسمها البعث. لم يبنى حزب البعث لا في صنعاء ولا في عدن، بني في الأساس في حضرموت، ثم جاءوا من حضرموت إلى عدن. كان علي بن علي عقيل الذي صار عضو قيادة قومية، أول عضو قيادة قومية في حزب البعث العربي الاشتراكي كان هو من حضرموت طبعا. وكيف انخرط في العمل النضالي في سن مبكر وقام بنقل القنابل والمتفجرات إلى الثوار؟ وكيف قبض عليه وتمت محاكمته ثم نزوحه إلى تعز؟ طبعا سجنت أنا في عدن وظليت فترة في السجن، ظليت فترة كان هي السجن 7.5 سنين، لكن أنا لأن والدي كان ضابط سياسي فهذا الوضعية تمكنت من أن تخفض السجن إلى 2.5 سنين. قانون الطوارئ كان يجيز الحكومة أو الإدارة البريطانية أنها تعتقلك وتحاكمك وتسجنك من التهم اللي يعني حكمت عليها، هو إنه إحنا كنا ندخل أسلحة ألغام قنابل يدوية من تعز. أنا طلب مني الإبعاد من والدي أن أبعد من عدن وأرسل إلى تعز. هذا كان في 1959. هذا بالإضافة إلى أحداث وتفاصيل أخرى تجدونها كاملة في الحلقة القادمة من برنامج حصاد السنين، يأتيكم الأربعاء الساعة 10 مساء ويعاد الخميس 1:30 بعد منتصف الليل والثانية 1:30 ظهرا.